أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. اليوم بلبنان اليوم بدنا نطرح بأول الحكي اليوم وجع الناس، وجع الطلاب، وجع أطفال لبنان، وجع التلاميذ وأهليهم. للأسف يعني لحديت هلأ ما حدا عم بيتجاوب مع هموم الناس فعلا ومع أهالي الطلاب. يعني القرايب اللي حوالي، رفقاتي، ناسي، كل طفل بلبنان وكل تلميذ بلبنان عم بيعاني من مشكلة إنه كيف نحن بدنا نرجع على المدرسة وبده يكون يمكن يكون طالب حدنا معه كورونا. الخوف من الكورونا لحاله بكفي إنه يكون في هلع عند التلميذ. اليوم من هيدا المنبر، من منبر لبنان اليوم، من ناشد وزير التربية في حكومة تصريف أعمال أستاذ طارق المجذوب، من ناشدك بأنه تنظر بهيدا الموضوع فعلا قبل أخذ القرار هيدا النهائي، وعلى القليلة تتأجل أو تشوفوا حل. في ناس ما عندها إنترنت، في ناس ما عندها كهرباء، في ناس أهلها ما تعلموا الكمبيوتر ليعلموا أطفالهم. على أي أساس بدها ترجع تنفتح المدارس أو يشتغلوا أونلاين؟ هيدا الموضوع كتير أساسي وكتير دقيق، كرمال هيك سمحت لنفسي أنه أخذ دقيقة من برنامج لبنان اليوم لأطرح هيدا المشكلة قبل ما أنتقل لكبير الاقتصاديين بمجموعة بنك بيبلوس دكتور نسيب غبريل. أهلا وسهلا فيك. يعني هيدا الموضوع فعلا وجع الناس ومطلوب نحن نحكي فيه، ما نكون ناخده هيك على الهامش. طبعا أولا شكرا للاستضافة وتحية لجميع مشاهدين تلفزيون لبنان. وأكيد موضوع التعليم والمدارس وحتى الجامعات هو من ضمن وجع الناس والتخبط يلي عم بيعيشه المجتمع اللبناني بسبب غياب السياسات الواضحة والقرارات الجريئة. وهذا عم بيأثر على ثقة، على ثقة الأفراد، على ثقة الأسر، وبالتالي على الحركة الاقتصادية، كله مرتبط ببعضه. والمدارس منا بس شأن اجتماعي، هي شأن اقتصادي وشأن طبعا مالي. طب هل يعني هل ممكن يكون الهدف انه الناس بس تدفع الاقساط ويمكن بعدين يسكروا يلاقوا انه الخطه فشلت، ويكون هيدول الاهل دفعوا المال يلي فعلا هن مجمعينه كرمال يعلموا تلاميذهم؟ والخوف الاكبر من موضوع الكورونا، يعني لهلا الناس عندها فعلا عندها رعب، عندها بانيك انه انا كيف بدي ودي ابني على المدرسه، او اذا هو كان بالبيت الام بتشتغل ببنك وعندكم من هيدا الاكزامبلز، ويمكن الاب كمان بيشتغل استاذ رياضه عنده محل، هيدا الولد عم بيبقى بالبيت وما بيعرف كيف بده يستعمل الكمبيوتر، مين قاعد حده، انه كل هيدي المواضيع يمكن التفاصيل ما انبحثت. نعم، من الاهل اكيد هيدا حقهم انه يكون عندهم قلق على اولادهم وعلى السنه الدراسيه وعلى الاقساط كمان. والمدارس يعني عم تتخبط في ظل ضبابيه من المسؤولين السلطه التنفيذيه وبالتحديد من وزاره التربيه. وان شاء الله يعني يصير في توضيح لهالموضوع. هو السبب الاساسي بالنتيجه هو ازمه الكورونا، يجب مواجهتها بشكل جدي وحمايه التلاميذ والاساتذه، وبالتالي عيل التلاميذ وعيل الأساتذة. ولكن يعني نحن بحاجة إلى قيادة، إلى قيادة في شتى المجالات لتاخذ قرارات، حدا فعلا اكسبورت بهيدا الموضوع لتاخذ قرارات. ومش مثل ما منشوف قرار بالإغلاق بعدين بالفتح بعدين بالتسكير، يعني كل يعني قطاع التربية، قطاع المدارس والجامعات هن مثلهم مثل القطاعات التجارية الأخرى. صحيح. يعني كمان تأثرت بهالضبابية وبهالقرارات المتغيرة والمتدحرجة بدون رؤية واضحة وبدون خطة واضحة. صحيح. هلأ أكيد يعني مواجهة أزمة كورونا منا بهالسهولة، وواحد ما في يعني يحط حاله محل وزير التربية مثلا والتعليم العالي، ولكن يجب أن يكون في خطة واضحة تطبق. بس في أشياء لوجيك، يعني ممكن تقول هيدا القرار أنه لوجيك أكتر، يمكن أنا وأنت منا إكسبورت بموضوع التربوي، بس في أشياء لوجيك. يعني إذا ولد عمره 4 سنين بده يروح يقعد، أو ولد عمره 7 سنين 8 سنين لقت الكورونا، يعني لقت لعائلته لأخواته لأمه لبيه لرفقاته، يعني أنه على أي أساس؟ وغير هيدا الموضوع أنه كلهم انتقلوا من الخاص إلى الرسمي، والرسمي هلأ صارت ملانة، يعني الناس ما بقى فيها تدفع بالخاص، كمان هيدي مشكلة، مشكلة الأقساط، مشكلة القرطاسية. فعلى أي أساس؟ يعني أنا في مثل كنت دايما أسمعه حتى من أنا وصغيرة، مثل بيقول الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فنحن أي جيل بده يطلع؟ يعني نحن من ناشد وزير التربية عبر تلفزيون لبنان، عبر برنامج لبنان اليوم، إذا أنت كنت عم تحضرنا فعلا تاخد القرار المناسب وتريح أطفال وتلاميذ لبنان.
للأسف يعني التحدي الكبير أمام إن كان الحكومة المستقيلة وزير التربية أو الحكومة القادمة هو التوفيق بين حماية التلاميذ والأساتذة من جائحة كورونا من ميلة، ومن تاني ميلة إنقاذ السنة الدراسية. صحيح، يعني كمان هيدي بكره نحن بناخذ افاده، يعني بتطلع اخر السنه انه افاده. طب شو عم بيدرسوا هالتلاميذ؟ انه شو عم بيتعلموا؟ شو هالجيل اللي عم بيطلع هلا؟ نحن لبنان كنا نحكي ويطلعوا يتخرجوا دكاتره ويطلعوا يكونوا وزراء ببلدان الاغتراب، ياخذوا احلى مراكز، نحن هلا يعني شو عم نعمل بالقطاع التربوي؟ لوين وصلنا؟ هو لنكون عادلين، القطاعات التربوية بمعظم بلدان العالم كمان عم بتواجه هالتحدي. بس نحن لبنان كان عندنا الميزة، يعني نحن كنا منخرج دكاترة، منخرج ناس وصلت لمراكز بالخارج. صحيح، وبعدنا عم نخرج، بس في أزمة يجب مواجهتها بطريقة واضحة. طيب لنرجع لموضوع المالي والاقتصادي. في اليوم التدقيق الجنائي في أوليفر ويمر وألفاريز، اليوم شو الهدف من التدقيق الجنائي؟ هو التدقيق الجنائي يستهدف مصرف لبنان وحسابات مصرف لبنان وأدائه، نعم، وطريقة احتسابه للاحتياطي بالعملات الأجنبية وموجوداته ومطلوباته كمان. نعم. أيضا التدقيق الجنائي هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي، بس ما بيتوقف على مصرف لبنان، وإذا توقف على مصرف لبنان بيعطي الصورة أنه في استهداف لمصرف لبنان. يعني نحن بدنا نشوف من خلال التدقيق الجنائي والمالي، يعني في ثلاث شركات عم بتدقق، ألفاريز، أوليفر وايمان وكي بي أم جي، عم بيدققوا ماليا، وألفاريز بتدقق جنائيا. نعم. بأداء مصرف لبنان. الهدف اعطاء صورة شفافة عن عمليات مصرف لبنان، بس بالاضافة لهالشيء يجب ان يقترن هالتدقيق المالي والجنائي لمصرف لبنان بتدقيق مالي وجنائي لكل الوزارات ومؤسسات القطاع العام والهيئات المستقلة والصناديق. نعم. لانه بالنتيجة يعني مصرف لبنان ادائه منه مستقل، يعني للقطاع العام. للقطاع العام. نعم. لانه مصرف لبنان مرتبط بالقطاع العام. مش بس هيك، لانه يعني اذا بنشوف وين جذور الازمة، جذور الازمة هي العجز المتتالي بالمالية العامة وارتفاع. نعم. نسبة الدين العام، وهيدا اجى من النفقات وارتفاع النفقات بنسبة 150% بين 2005 و2019. والارتفاع صار معظم هالسنوات بدون ما يكون في موازنة موافق عليها، مصوت عليها مصرف مجلس النواب. نعم. وبالتالي غياب رقابة مجلس النواب على النفقات الحكومية. نعم. وعنا عشرات من المؤسسات العامة ما حدا بيعرف قديش موازنتها فعليا، وما حدا بيعرف وين بتصرف هالموازنات، بالإضافة إلى التوظيف العشوائي اللي بلغ 31 ألف شخص بين 2014 و2018، والمستشارين يعني كل هيدا باكيج. كل هيدا بحاجة إلى تدقيق جنائي أيضا ليعطي صورة كاملة وشفافة عن مصدر الأزمة، ومش بس يعني الاختصار. يعني اليوم هن رح يتوجهوا بس على مصرف لبنان، هيدا اللي بفهمه من حضرتك. اليوم الخطوة الأولى طبعا لمصرف لبنان، ولكن صندوق النقد من ضمن عنده عدة أولويات، من ضمنها هو كمان تدقيق جنائي بمؤسسة كهرباء لبنان، لأن ما ننسى أنه قطاع الكهرباء هو مساهم أكبر بالعجز، نص العجز من وراء مؤسسة كهرباء لبنان. يعني هيدا أساس، يعني يمكن قبل ما يتوجهوا لمصرف لبنان كان مطلوب يروحوا على مؤسسة كهرباء كان لبنان، كان لازم يكون بالتوازي على الأقل، وهيدا أحد مطالب. بس الفساد اللي بمؤسسة كهرباء لبنان يعني أوفر، يعني فاضح. فليش ما توجهوا بالأول للسبب الأساسي بالموضوع؟ نعم، يعني أنا برأيي كان لازم على الأقل بالتوازي مع التدقيق الجنائي بمصرف لبنان يكون في تدقيق جنائي بمؤسسة كهرباء لبنان، وبعدين الانتقال إلى المؤسسات العامة الأخرى من وزارات إلى هيئات مستقلة إلى صناديق. أصلاً نحن بنعرف أنه لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب أقرت على الأقل 90 مؤسسة عامة وهيئة مستقلة وصندوق انتفى سبب وجودهم، يعني ما لهم سبب ليكونوا موجودين، ونصحوا بإغلاقهم ودمجهم. نعم. وبعد لحد هلا ما صار شيء. حتى في جمعيات وهمية يعني بلس هيدا الموضوع، هيدي منها قطاع عام بس، تمول من وزارة الشؤون، من وزارة الشؤون. يعني في كتير. نعم. جمعيات بعدين اطلعنا شفنا أنه ما دخلها، بتعمل سهرات وبتعمل أنه قعدات وبتجيب مطربين وبيدفعوا يعني ملايين الدولارات على ولا شيء. تصديقا لكلامك،
التدقيق الجيني يجب ان يشمل وزاره الماليه كمان بالطليعه يعني. بس هلا كل النفقات كل النفقات بيقدر يفوتوا على وزاره الماليه ويدققوا لازم يعني تشمل الجميع، مؤسسه كهربه لبنان، مصرف لبنان. طب مين بياخذ هيدا القرار؟ مين يعني مين بياخذ هيدا القرار؟ ليش الدوله اللبنانيه بس اخذت مصرف لبنان؟ ليش قالت اوكي بس على مصرف لبنان؟ هلا يعني بتعرفي قرار سياسي، مش بس قرار سياسي، صرنا من سنه يعني من قبل اندلاع الازمه من 2019 في حمله على مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي لا تحميل مسؤوليه الازمه وبالتالي كلفه الازمه على الحاكم، مش على الحاكم، على الجهاز المصرفي على الجهاز المصرفي ككل بشقين مصرف لبنان والمصارف التجاريه. نعم. ولتجنب تحميل الازمه للسلطه السياسيه والاحزاب السلطه. بس هو الفساد واضح يعني انه بيكفي المعابر غير الشرعيه، بيكفي المرفأ، المطار، يعني هي واضحه لاي شخص صار بيعرف وين مكامن الفساد. مش هيك عم اقول التدقيق الجنائي على القليل يجب ان 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 يعني يتبع تدقيق بمصرف لبنان، تدقيق بالقطاع العام بجميع مكوناته ابتداء مؤسسة كهربة لبنان مثل ما تفضلتي وانتقالا الى المؤسسات الاخرى والوزارات الاخرى. في موضوع يعني كمان مهم عم ينحكى انه تعويضات الضمان، عم ينحكى انه بدل ما تكون على 1005 تروح 3900، هيدا ما بيأثر على كمان تضخم زائد بالاقتصاد؟ ممكن هيدا تتطبق على يعني هيدا اقتراح انفتح مع مصرف لبنان، مع حاكم مصرف لبنان، عرض على حاكم مصرف لبنان وقال انه تعويضات نهايه الخدمه بالضمان الاجتماعي يجب ان تدفع بما انه عم تندفع بالليره، يطبق عليها الاليه احد تعميم مصرف لبنان يلي بيقول الودائع بالليره اللبنانيه تحول الى الدولار بال 1517 يعني على السعر الرسمي. نعم. وبيقدر يسحبها المودع بسعر ال 3900. هلا عم اجى الاتحاد العمال العام واقترح على مصرف لبنان هالشيء لا تتبع نهايه الخدمه. نعم. اليوم يعني ما في جواب بعد من مصرف لبنان، ولكن انا عندي سؤالين هون. اول سؤال يعني هيدا رح يؤدي الى ضخ سيوله اضافيه بالاسواق اللبنانيه، ومثل ما تفضلتي هل هالشيء رح يؤدي الى زياده الضغوط التضخميه؟ وثاني سؤال هو اوكي من اي تاريخ بنبلش؟ لأنه من اي يعني تاريخ بنبلش؟ يعني اللي قبضوا تعويضاتهم خلص ما هيدا يعني هل هيدا عدل يعني اللي قبض يعني مثلا اذا حدا السنه الماضيه قبض تعويضه فل من الدائره الرسميه او من اي محل انه هيدا يمكن خلص، هل هيدا عدل للي قبضوا تعويضاتهم على السعر الرسمي؟ وشو لازم ينعمل؟ يعني لازم نرجع بالتاريخ، ما فينا نرجع لورا بموضوع التعويضات نهايه الخدمه لانه انقبضت هيدي. نعم. فهل هيدا يعد من ضمن العداله الاجتماعيه؟ هلا العداله الاجتماعيه للي راح يقبضوا مستقبلا تعويضات نهايه الخدمه، ولكن شو بنعمل باللي قبضوا على السعر الرسمي؟ يلي من ست اشهر او ممكن. نعم. هيدا يطبق هالموضوع يعني ممكن يطلع بقرار يعني نحن خلينا ننطر لنشوف شو راح يكون قرار مصرف لبنان. هيدا اقتراح لنشوف شو راح يكون قرار مصرف لبنان. المصارف بتطبق هالاقتراح يعني اذا اصبح قرار رسمي، بس اليوم لم كمان المصارف وضع دقيق يعني اليوم عم ينحكى نحن بست شهور مفصليه للقطاع المصرفي، يعني هلا عم ينحكى نحن عندنا هالست شهور لو تشكلت الحكومه كمان نحن يعني في القطاع يا بينجح يا بيسقط، وفي حال سقط بده يصير في دمج. شو وضع القطاع المصرفي في حال تشكلت الحكومة وفي حال ما تشكلت الحكومة؟ أولاً القطاع المصرفي ما فينا نفصله عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي بلبنان. نعم. يعني في ناس بيصوروا لي القطاع المصرفي كأنه قاعد على شي جزيرة وعم بيحقق أرباح باستمرار وما عم بيتأثر بمحيطه التشغيلي. لا بس حقق أرباح أي بالأول أي 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 قطاع مصرفي دكتور غبريل حقق أرباح قبل. طيب بس يعني منا كمان نحن نقول حرام المصارف يعني هلا عم تشوفي النتائج عم تحقق خسائر المصارف. بس مش هون النقطة انه القطاع المصرفي بأي اقتصاد بالعالم هو اكثر قطاع بيتأثر بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. ليش؟ لانه هو القطاع الوحيد يلي مسلف للقطاعات بالاقتصاد وبالمجتمع، فكيف بالاحرى القطاع المصرفي اللبناني يلي هو المصدر الوحيد شبه الوحيد لتمويل الاقتصاد اللبناني. وبالتالي بلش يشعر القطاع المصرفي بالأزمة من 2018 مش من هلأ. نعم. وأكيد تأثر بالأزمة بشكل مباشر وهي أزمة ثقة. وأزمة الثقة انسحبت على القطاع المصرفي، وهيدا الدليل هالشي تراجع ودائع القطاع المصرفي ب 31 مليار دولار منذ أول 2019 لغاية آخر تموز من 2020. تراجع التسليفات المصرفية
ب 9 مليارات دولار باول 9 مليارات و500 مليون دولار باول 7 اشهر من السنه الحاليه، وتقريبا ب 19 مليار دولار من اول 2019. نعم، هيدا بيفرجي انسحاب ازمه الثقه على القطاع المصرفي. وبالتالي اليوم سؤالك بمحله، ولكن يعني اليوم القطاع المصرفي مأزوم، ما فينا نقول رح يصير مأزوم بعد ست شهور. هو اوريدي مأزوم، هو مأزوم. واليوم عم بيشتغل القطاع المصرفي بصراحة بدون رؤية متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، لأنه يعني ما في سياسات واضحة. بعدنا ما وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عم تطلع تعميم مصرف لبنان، عم بتفاجئ بصراحة القطاع المصرفي بمضمونه ببعض مضمونه. ولكن يعني آخر تعميمين، ولكن اليوم في يعني في صار أهداف واضحة، مهلة زمنية واضحة. قبل آخر 2020 يجب على المصارف ترفع رأس مالها ب 20%، وقبل شباط 2021 يجب أن تكون 3% ما يوازي 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية. نعم. وتحطهم بحساب خاص بالمصارف المراسلة. نعم. بالإضافة لهالشي بدها تأخذ مؤونات على السندات اليورو بونز الدولة اللبنانية يلي حملتها. خطوات كتير قاسية وصعبة، يعني هذه خطوات يعني تتطلب رأس مال، تتطلب رأس مال. طب ليه نجيب رأس المال؟ وهيدي يعني الرأس مال بحاجة إلى ثقة، بحاجة إلى ثقة. رجعنا للثقة. هلا في طب نحكى بموضوع الأموال اللي تهربت للخارج، وبدنا كمان نتابعها، وبدنا نشوف وين صارت. صحيح. ليش ما حدا عم يحكي فيها؟ هيدا حكي، يعني هيدا حكي كثير كان شعبوي وسياسي، بس ليش لهلا ما نحكى بالموضوع؟ بس يعني لا، حكى كثير بالموضوع، حكى بس هلا ما حكى، نحكى شيء هلا خلص، مثل كأنه ما انطرح الموضوع. يلي صار بالتعميم 154 لمصرف لبنان، طلب من المصارف التجارية إنها تحس، استعبر هالعبارة، استعمل هالعبارة بالتحديد، تحس الأشخاص يلي حولوا أموال إلى الخارج تتخطى 500 ألف دولار منذ تموز 2017 إلى إعادة 15% منهم وتجميدهم على 5 سنوات، أو إذا كانوا مساهمين كبار أو مدراء بالبنوك أو أشخاص معرضين سياسياً، يرجعوا 30% من هالأموال ويجمدوها لفترة 5 سنوات. ولكن ما حسوا، ومش قصة ما حسوا، المصارف بعد ما طبقت هالتعميم، لأنه في كتير أسئلة عندها، ووجهت هالأسئلة لمصرف لبنان للإيضاح قبل بدء تطبيقها. لأنه يعني أنا كان عندي سؤال بسيط أول ما شفت التعميم، طب إذا هالمصارف قامت بهالشي وطلبت من هالمودعين اللي حولت أكثر من 500 ألف دولار ترجع 15 أو 30% منهم، وإذا هالمودع قال أنا ما بدي، طب شو الخطوة التالية اللي فيها تعمل المصارف؟ شو بيعملوا له عقوبات يعني؟ أو هلا حسب التعميم يعني، وكمان مش واضح، في بند من البنود بيقول تطبيق القانون 44 اللي هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، طب هل كل شخص أو مؤسسة حولت أموال إلى الخارج تخضع لهالقانون؟ يعني هيدا اتهام منه، هيدي مشكلة كبيرة طبعا منه هي. لذلك جمعية المصارف طلبت توضيحات من مصرف لبنان، بعتت كتاب بمجموعة من الأسئلة لمصرف لبنان للحصول على إيضاحات إضافية عن كيفية تطبيق هالتعميم. فهون يعني هيدي الخطوة الوحيدة العملية إذا بدك بموضوع إعادة الأموال، ما بدي أقول منهوبة يلي حولت إلى الخارج أو قسم منها، لأن موضوع الأموال المنهوبة هيدا بيعود إلى طبعا الجسم القضائي، السلطة القضائية. هلا عم بيقول حاكم مصرف لبنان إنه اتخذت إجراءات وتدابير مصرف لبنان لمساعدة الاقتصاد وحماية أموال المودعين. يعني كيف بدها تطبق هيدي الشغلة كمان بوضع نحن حتى مصرف لبنان يعني واضح انه بازمه كمان مصرف لبنان وسياسه الجهاز المصرفي مصرف لبنان ومصارف التجاريه تحمل بمفرد ولفتره 25 سنه مسؤوليه الاستقرار النقدي والاستقرار بالماليه العامه بالرغم من الاختلالات بالماليه العامه والاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي، في غياب كلي لأي إجراءات من قبل السلطة التنفيذية لتخفيض العجز بالموازنة والنفقات العامة والدين العام ونسبة الدين إلى الناتج المحلي. وإجت الفرصة وراء التانية، ومصرف لبنان عطى وقت، يعني إجراءاته يلي ما كانت بجوز كلها بمحلها، ولكن اضطر يتخذها لا يعطي وقت، لا يشتري وقت للسلطة التنفيذية لتاخذ إجراءات وتطبق إصلاحات بتعزز الثقة وبتؤدي إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال من الخارج. لكن للأسف لم تتلقف السلطة التنفيذية يعني الحكومات المتعاقبة هذه الفرص. وأهم فرصة أنا برأيي كان مؤتمر سادر. صح. مؤتمر سادر لو طبقت الإصلاحات
او وضعت على مثل سكة ما انطلب فينا، كنا ما وصلنا لهون، كنا تجنبنا الازمه صحيح بالكامل، وما صحيح كنا اضطرينا اليوم الذهاب الى صندوق النقد الدولي اللي هو عم بيحط شروطه علينا، الباب الوحيد صحيح الذي يجب ان ندخل من خلاله لبدء مشوار الخروج من الازمه. وشروطه قاسيه، يعني شروطه انه يا بنمشي فيها يا اما نحن رايحين خلص على، يعني انا بتعجب ما في لا اقتصاد ولا بعض المسؤولين بالاشهر الماضيه يطلعوا ويقولوا انه اكتشفوا انه الاتفاق مع صندوق النقد بيتضمن اصلاحات. يعني انه شو اللي كان بيتضمن اتفاق مع صندوق النقد؟ اكيد بيتضمن اصلاحات. شوفي مع اي اتفاق صار بين صندوق النقد واي دوله اخرى في اصلاحات اساسيه وجذريه يجب ان تطبق. واليوم صندوق النقد عنده يعني بتوقع السلطات اللبنانيه تطبق اصلاحات قبل ما نوصل لاتفاق معه. صحيح، يعني في قانون اقرار قانون الكابيتال كنترول يلي صار لنا كان لازم من سنه يقر، من تشرين الاول من السنه الماضيه كان يجب ان يقر. في موضوع تعديل موازنه 2020 لتتضمن خطه التصحيح الماليه العامه على المدى المتوسط. في بيطلب يشوف اليه لتوحيد اسعار صرف الدولار بالسوق اللبناني يلي هي خمس اسعار لحديت هلا، يلي هي خمس اسعار. وهو بيتوقع يشوف اليه، ما عم بيقول بده اليوم يوحد الاسعار. بس بده يشوف اليه قبل توقيع اتفاق مع السلطات اللبنانيه كيف بدنا نوحد اسعار يعني الصرف. ولا شيء، ما قدموا له ولا شيء، حتى موضوع الرقم اختلفوا عليه. نعم. يعني اجى صندوق النقد الدولي قعد معهم قال لهم اعطوني رقم، كل شخص يعطي رقم، وهيدي مشكله. يعني انه واضح انه قديش في تشتت بالاراء وتشتت بالقرار اللبناني بالموضوع الاقتصادي. يعني للاسف اضعنا 6-7 اشهر من السنه الحاليه هيك على اشياء مثل ما بتتفضلي خلافات، وهيدا ادى الى ارتفاع الكلفه والفرص الضائعه يوميا على الاقتصاد اللبناني. اليوم مطلوب من الحكومه الجديده، هلا رح بيتم اليوم يعني النظر بالخطه القديمه. نحن كل حكومه بتجي تلغي شو عملت الحكومه الماضيه، ومع العلم الحكومه الماضيه بتكون دافعين، يعني بيكون في تمويل للموضوع الاقتصادي. فاليوم يعني هل اذا اجت حكومه، اذا تشكلت حكومه، رح تتبع الخطه القديمه؟ ممكن تتبع شيء من الخطة القديمة؟ أكيد بدها تتبع قسم من الخطة القديمة، ولكن في مثلا في في بنود أخرى يجب الابتعاد عنها. طيب مثلا شو هي الخطة؟ خلينا نحكي بالشيء البوزيتيفيتي، شو هي الأشياء القديمة اللي ممكن تاخذها الحكومة الجديدة في حال يعني تشكلت؟ الخطة، خطة ما يسمى خطة الإنقاذ المالي للحكومة المستقيلة بتتضمن الإصلاحات البنيوية يلي كانت موجودة بكل مشاريع الإصلاحية من 2001. يعني إصلاح القطاع العام وموضوع الكهرباء، بس اللي تضمنت شيء جديد هو يعني بطريقة مباشرة تحميل القطاع المصري في كلفة الأزمة بالكامل، وبالتالي شطب رأس مال القطاع المصرفي، وطلبت الحكومه صلاحيات استثنائيه لاعاده هيكله القطاع المصرفي اللي هو مش طب ليش هو المشكله القطاع المصرفي اللي عمل المشكله؟ لا ليش بدها تحمله؟ ليش بدها يتحمل القطاع المصرفي هيدي المسؤوليه كامله؟ وكان في منظومه فساد على مدى 25 سنه ما كان حدا عم بيقول لها غير يا محلى الكحل بعينك، يعني ما عم بفهم. انا ما عم بقول انه ليش بده يتحمل بس القطاع المصرفي؟ نعم. يمكن بمحل ما كان عم بيجني ارباح، بس في محل تاني اي قرار بده يجي كان في مين عم بيمضي على هيدا القرار لتمشي هالمعامله، واللي عم بيمضي هو بالسلطه التنفيذيه، اللي عم بيمضي بالسلطه التنفيذيه. طيب. القطاع المصرفي لانه السلطه التنفيذيه ولا عنده كتله نيابيه. طيب. يعني النوية. يعني كمان نحن ما فينا نحط انه يلي عم نقوله على يلي عم نقوله المصرفي. صحيح يلي عم نقوله صحيح، القطاع المصرفي ما عم يتهرب من مسؤولياته ومن تحمل قسم من كلفه الازمه، ولكن لا يمكن تحميل القطاع المصرفي بالشكل يلي موجود ب بمضمون خطة الحكومة المستقيلة. خطة الحكومة المستقيلة بيؤدي إلى تبخر أي ثقة موجودة بالقطاع المصرفي بالاقتصاد ككل، ولا يمكن إعادة العمل بالعجلة الاقتصادية بأي اقتصاد بالعالم بدون قطاع مصرفي سليم. هالخطة كان بتقول أعطاء صلاحيات استثنائية للحكومة لإعادة هيكلة القطاع، وأعطاء خمس رخص جديدة لخمس مصارف جديدة، يعني شيء منه طبيعي. منه طبيعي صحيح. فاليوم الحكومة الجديدة يجب أن تبقي على البنود يلي العلاقة بالإصلاح الإداري وقطاع الكهرباء، ولكن يجب الابتعاد عن طريقة عمل الحكومة الماضية من ناحية عدم أخذ رأي المكونات الأساسية للاقتصاد اللبناني بالخطة. نعم. وضع الخطة أو تعديل هالخطة بشكل بيجمع الأراء المختلفة، إن كان مساهمة جمعية المصارف بخطة الحكومة يلي عرضتها بمنتصف أيار الماضي،
أو رأي اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة بموضوع الأرقام والخسائر للذهاب إلى رقم واحد من قبل مصرف لبنان، وفد مصرف لبنان ووفد السلطة التنفيذية الحكومة الجديدة إلى صندوق النقد، والبدء جديا بالمفاوضات، لأن نحن بعد 18 جلسة مع صندوق النقد ما كنا بنعمل مفاوضات، كانوا بعضهم بمرحلة المحادثات، كان بعده صندوق النقد عم بيسأل أسئلة عن خطة الحكومة، عم بيقول لهم شو هو أولوياته، شو لازم ينعمل، مثل ما قلنا قانون الكابيتال كنترولز، تعديل الموازنة 2020، توحيد أسعار سعر الصرف. للذهاب يعني بعد توحيد الأرقام والجلوس مع صندوق النقد ليبدأ موضوع المحادثات المفاوضات الفعلية بعد انتهاء المحادثات، لأنه المفاوضات هي عشو رح تكون؟ رح تكون على المهلة الزمنية لتطبيق الإصلاحات، على أولوية الإصلاحات، على الأهداف الرقمية. يعني اليوم بدنا نخفض مثلا العجز بالموازنة 2% من الناتج المحلي كل سنة، يعني بنخفض النفقات بهالنسبة ونحسن الإيرادات بهالنسبة ونخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي. هيدي الأرقام يلي صندوق النقد رح يوضعها مع الوفد اللبناني، وهيدي هون بدها تبدا المفاوضات، شو هي الاولويات الاصلاحيه، هل قادرين نرفع ضرائب، هل قادرين طب ممكن هذا اللي حضرتك عم تحكيه تفضل تحكيه يتطبقوا؟ يعني ممكن نحن باللي عم تحكيه هيدا المشروع يتطبق؟ يعني اي حكومه رح تيجي ما في غير هيدا جديده، هيدا الخيار الوحيد امامنا اليوم. نعم، ونحن بنعرف كمان انه صندوق النقد ما كتير بيحبذ الدعم لانه بيستنزف الاحتياطي بالعملات الاجنبيه، فكمان رح يصير في تعديل بآلية الدعم يلي اصلا مصرف لبنان عم يحكي بتعديلها اليوم لانه ما انه قادر يكمل فيها. نعم، بدنا نطلع بريك وبعدين نرجع لموضوع صرف الليره. بريك. دكتور نسيب غبريل، أهلا وسهلا فيك مجددا بلبنان اليوم. بدنا نحكي موضوع سعر الصرف الليرة، يعني هل رح بيكون ثابت ولا رح بيتدهور؟ اليوم عندنا 5 أسعار لسعر صرف الدولار بالسوق اللبناني، وهيدا سببه شح السيولة بالعملات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال، تراجع تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان. نعم. وسببه أزمة الثقة، يجب استعادة الثقة من خلال صدمة إيجابية، وبالتالي الذهاب من ما كنا عم نحكي إلى آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار بالسوق اللبناني، وهيدا ما بيصير بغنى أو بعيد عن اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، اتفاق إصلاحي تمويلي مثل ما حكينا مع صندوق النقد الدولي. طيب اليوم في موضوع الأسعار، في موضوع رواتب الناس، يلي كان بيقبض راتب بوازي 2000 دولار صار بيقبض الراتب بوازي يمكن 200 دولار. فاليوم كمان أسعار السلع، وزارة الاقتصاد، حماية المستهلك عم بتحاول أنه يعملوا كنترول، بس أكيد يلي عم ينزلوا على الأرض كتير قليل عددهم، ولهلأ بعد الأسعار عم تطلع بجنون. يعني اللي قطع اللي كنا منجيبها مثلا مواد غذائية ب5000 صرنا بناخذها ب15000، أي شغلة أي سلعة، يعني حتى الأساسيات. فاليوم شو الحل؟ شو لازم ينعمل؟ هل يزيدوا الرواتب؟ هل يكون في كنترول أكتر على موضوع الأسعار؟ شو لازم نعمل؟ يعني هو كان في محاولة بموضوع دعم سلة غذائية، واصلا كان مصرف لبنان عم بيدعم استيراد المشتقات النفطيه والقمح والادويه، صار في تهريب لما صار في دعم هلا والادويه والمواد الطبيه. نعم. واجت وزاره الاقتصاد بالحكومه المستقيله قالت يجب دعم سله غذائيه مكونه من 200 سلعة غذائيه اساسيه ومواد اوليه للزراعه والصناعه اللبنانيه. نعم. بس يعني المشكله بهيك اليه، وهي يعني هدفها نبيل، يعني مساعده المواطن اللبناني، انه ما شعر المواطن اللبناني انه في تراجع بالاسعار. بالعكس، يلي شفناه في بعض الاسعار حسب وزير الزراعه ارتفعت، مش من المواد المدعومه الزراعيه ارتفعت بدل ما تنخفض. نعم. ثانيا صار في تهريب، مثل ما كان في تهريب للمازوت لانه كان مدعوم. يعني فرق الاسعار بين بالسوق اللبناني وبالاسواق المجاوره ادى الى تهريب هل بعض هل صار في بيصير تهريب للمساعدات كمان، يعني مش بس الى الخارج. نعم. هيدا يعني من ضمن الحاجه الى ضبط الحدود ومكافحه التهريب. بس اليوم الحل انا برايي منه بزياده الاجور بهالوضع الحالي، لانه زياده الاجور بده يؤدي الى زياده التضخم، وزياده التضخم بده يؤدي الى حلقه مفرغه، يعني بيرجع يخفض القدره الشرائيه بعد. نعم. وزياده الاسعار بعد، لانه في عندك تجار للاسف عم بيستغلوا هالوضع، ما عم بحكي عن الكل، بس في ناس في جهات عم تستغل هالوضع.
نعم. وتغلي الأسعار بغض النظر، يعني هي بجوز عم تشتري البضائع المدعومة وعم بتبيعها من تاني ميلي بسعر بسعر السوق السوداء. يعني هيدا منه يعني شو بده يتحمل المواطن؟ انه كيف بده يعيش؟ شو بده يتحمل المواطن؟ مش قادر يتحمل بقى. والحل يعني للأسف الحل ما انه رح يكون سحري وبين يوم والتاني. نعم. بيبدأ بتوحيد أسعار الصرف. وبالتالي بتطبيق خطة اقتصادية بتؤدي إلى ضخ السيولة بالاقتصاد اللبناني، وتدريجيا على قليلة بتستقر الأسعار يعني بالأول، وبعدين تنزل تدريجيا. بس هذا موضوع يعني كمان مرة ما في واحد ياخده لحاله ويطبقه بدون ما يكون في خطة إصلاحية شاملة. يعني نعم. بمعنى آخر هذا موضوع بده وقت. نعم. وخصوصا انه اليوم عم بتشوفي، يعني اذا بتشوفي مؤشر الاسعار السلع الاستهلاكية اللي بيصدر عن ادارة الاحصاء المركزي، ارتفع هالمؤشر ب 112% بين تموز 2020 وتموز 2019. واذا بتشوفي مكونات هالسلة من السلع الغذائية، في مكونات ارتفعت 6 مرات، يعني 600% اسعارها، و500% و300%، وفي منها ضلت مثل البنزين. طب اليوم عم ينطرح البطاقة التموينية بدل السلة الغذائية. نعم. يلي الفكرة فشلت للأسف. نحن بنطرح فكرة بنوصل لنص الطريق بيطلعوا بيلاقوا انه هيدي لا فشلة، يعني ما في دراسة مضبوطة. طب موضوع البطاقة التموينية نحن ما عندنا، يعني ما في رقم محدد لنسبة الفقر بلبنان. موضوع كيف بدها تمشي؟ هو موضوع الدعم كان لازم يعرفوا من الاول انه هذا ما بيمشي. لا، بشوفوا البلدان اللي طبقت فيها وشوفوا شو صار نتيجتها. يعني هيدي هيك قرار انا برايي ما كان مدروس، وكان اتخذ بسرعه، وما قدروا قديش الكلفه، وما قدروا وما اعطوا مهله زمنيه لهالدعم. نعم. بكل الاحوال مزبوط، البطاقه الائتمانيه هي افضل من دعم، لانه هون عم ندعم تجار بينما ما ندعم الأشخاص المحتاجين والعيال المحتاجة والفقيرة. ومثل ما تفضلتي صحيح، آخر مسح لميزانية الأسر اللي أجراه الأحصاء المركزي بلبنان، اللي هي المصدر الرسمي الوحيد لهالأرقام، كان بال 2012. وشفنا وقت اللي حاولوا يوزعوا ال 400,000 ليرة من عدة أشهر. صح. على العائلات المحتاجة شو صار بهالموضوع. يعني أكيد، بس أنا برأيي أكيد الأفضل وفعال أكثر التحويل الدعم من وضعه الحالي إلى البطاقة التموينية، لأنه بتحط فيها مصاري هالبطاقة. والشخص اللي بيتأهل لها بيروح، حتى لو كان السعر نفترض سلعة حقها 100,000 ليرة، هو بيدفع نصها من خلال البطاقة ونصها هو بيدفعها من جيبته. بدل ما يكون الدعم لكل الناس الميسورين. نعم. واللي قادرين والغير ميسورين بس والفقراء. بده يكون محدد، يعني مثلا يكون محدد سلعة في عيال أكثر فقرا. يعني مش معقولة تعطي البطاقة نفس الكونتينيو للبطاقة لشخص تاني، يعني نفس يمكن عنده معاش مليونين أو مليون. هيدا ونصف. تحدي آخر. تصير دراسة؟ تحدي آخر من يتأهل لهالبطاقة التموينية. وانا اللي بعرفه انه في مساعي عم بتصير مع البنك الدولي لاليه اطلاق هالبطاقه. وهلا مين بيتاهل؟ معك حق، لانه حتى بنك الدولي عم بيقول لك انه مستويات الفقر ممكن توصل لل 50%، وطلعت دراسه من الاسكوا بتقول انه اكثر نسبه فقر مثلا هي بطرابلس، يعني منطقه طرابلس، مدينه طرابلس على الشرق الأوسط هي أفقر للأسف. يعني فيها شخصيات كتير مهمة، فيها شخصيات كتير مثقفة، ونحن كتير منحبها لهذه المدينة، بس للأسف في وضع دقيق مطلوب كانت الدولة كمان تطلع بهذا الموضوع. يعني طرابلس لازم ينظر لها بدون شك. أي بدون مسؤول شك. طرابلس وغير طرابلس وعكار غير طرابلس. أي طبعا، ومناطق بالبقاع وحتى ببيروت. بس يلي عم أقوله أنا أنه اليوم الاسكوا اصدرت تقرير مقتضى بتقول انه من بعد انفجار بيروت الفقر، مستوى الفقر رح يطلع من 32% من سكان لبنان الى 52%. طب منين جبتوا هالارقام؟ يعني في ارقام اوقات تطلع ما بنعرف كيف بيوصلوا لها. يعني ما في مسح دقيق. ما في مسح دقيق. ما في مسح دقيق. مين مسؤول عن مسح الدقيق؟ وزارة الشؤون. لا، المسؤول عن مسح الدقيق واللي يجب اعطائهم صلاحيات وموازنه وموارد بشريه هي دائرة الاحصاء المركزي، مديرية الاحصاء المركزي. هي المصدر الوحيد
الأرقام الرسمية إن كان موضوع الـ 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 حتى الهجرة، حتى العاطلين عن العمل، نحن ما بنعرف قديش نحن من شباب عنا عم بتهاجر. يعني أكيد ما في أرقام رسمية عن الهجرة، ما في أرقام رسمية وأرقام عن البطالة في عنا، بس ما في أرقام. بلا، الإحصاء المركزي انعطى منحة من الاتحاد الأوروبي ليعمل مسح للبطالة بلبنان، طلع مليون عمل بالآخر 2018 وأول 2019 وأرقامه توقفت عند أذار 2019، بتقول أنه نسبة البطالة بلبنان 10.4% بالإجمال، وبطالة الشباب والصبايا 23%. صرنا نحن بال2020، عم نحكي أذار 2019، يعني مع كل اللي صار من 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 أذار 2019 لغاية اليوم، هالأرقام كلها تغيرت، كلها تغيرت، ويجب دعم الإحصاء المركزي ليقدر كل 3 أشهر يطلع مثل غير بلدان العربية، الأردن، مصر، المملكة العربية السعودية، المغرب، تونس، كلها عندها أرقام عن البطالة. يعني هيدي أرقام أساسية بأي اقتصاد. هيدا أقل واجب لازم تعمله الدولة. لنرجع لموضوع الحكومة، شكلها معقد الأمور، وشكلها في يعني في إصرار على موضوع وزارة المالية، واضح أنه لحديت هلأ ما في حل. شو لازم، شو برأيك، شو المطروح، شو لازم ينعمل؟ المطروح تحلي كل أحزاب السياسة بالصبر، ما شكلهم ما واضح لحديت هلأ، وضع الأولويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية بأولويتهم المطلقة، وتشكيل حكومة عندها مساحة تشتغل وتنتج وتروح توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد. الخلافات على الوزارات اليوم عم بيؤدي إلى شئنا أم أبينا إلى تأخير هالمسار هيدا، واستمرار الفرص الضائعة والكلفة على الاقتصاد اللبناني وعلى المواطن اللبناني. اليوم المواطن اللبناني، القطاع الخاص بكل مكوناته، بده يشوف إشارات إيجابية، بده يشوف قبل ما نحكي عن صدمة إيجابية أي إشارة إيجابية. من ثورة 17 تشرين الأول لغاية اليوم ما اتخذ قرار واحد بيوحي بالثقة، ولا قرار واحد، يعني شيء منه مقبول، منه مقبول. يعني شوفي كيف تطورت أرقام الحركة الاقتصادية بال 2020. بأول السنة كان توقعاتنا أنه انكماش اقتصادي بين 8 و10%. مع جائحة كورونا بأذار نيسان والتسكير صارت 14 ل 15%. بآخر تموز كان توقعاتنا 18% انكماش اقتصادي. اليوم الانكماش الاقتصادي المتوقع بال 2020 25%. يعني ما في طرف، ما معنا وقت ولا طرف نأجل تشكيل حكومة أو نأخر تشكيل حكومة، وهذا الشيء ممكن يصير. يعني اللي يعني عم ممكن ما يصير نكون ما يكون في حكومة، هلا ما بعرف، في يعني حسب الإعلام في احتمال الرئيس المكلف يعتذر غدا، بس يعني هيدا بيرجعنا. ومصادر الإليزي بتقول انه خلي اللبنانيه يعرفوا انه هن لوين رايحين وشو مصيرهم، وهن يشوفوا كيف بده يتحكموا بمصيرهم. يعني هيدي جمله بتخوف. هيدي اشاره، هيدي اشاره من الإليزي. هيدا بيرجعني على مؤتمر سادر وقت المجتمع الدولي حط بتصرف لبنان 11 مليار دولار مقابل بعض الاصلاحات المتواضعه، وصار بقلنا من نيسان 2018 تاريخ انعقاد مؤتمر سادر، ساعدوا حالكم لنقدر نساعدكم. نعم نعم، يعني اشارات بسيطه من تشكيل حكومي. شو المطلوب من السياسيين لهن يقدروا يستوعبوا؟ هل مطلوب انه يصير بعد شيء خطير، شيء ما بعرف، انه بعد نضحي نحن، بعد يعني نحن اللي خلقنا بالحرب وعشنا بالحرب ومرقنا وشفنا العجايب وشفنا كل يوم كل يوم كل يوم عم نشوف شيء جديد. يعني هلا مننام على شيء، منفيق، منقول ان شاء الله هالنهار ما يصير في شيء، او ان شاء الله نرجع على بيتنا سالمين. طب هل بيستاهل اي مواطن لبناني، اي شخص فينا، هيدا الشيء اللي نحن عم نمرق فيه؟ هل نحن لازم يجلدونا كل يوم لحتى نحمل شنطنا ونفل نقول خلص ما بدنا نبقى بلبنان؟ هل هيدا المطلوب؟ ست ندى، الكارثة اللي صارت بأربع آب هي رابع أقوى انفجار بتاريخ البشرية. تصرف، مع احترامي للجميع، تصرف الأحزاب بلبنان أو معظم الأحزاب كأنه اللي صار حادث سيارة، مش كأنه صار انفجار دمر نص بيروت وهجر 300,000 شخص. صحيح. هلا نحن على أبواب الشتاء، يعني حتى هلا أهالي الجميزة، أهالي الأشرفية، أهالي البور، يعني اليوم نحن بعد جمعتين بتفصلنا يمكن وبتبلش الشتوية، فما نعمل شيء ولا ساعدوا بشيء لحديت هلا.
كلفة الانفجار هي مش بس اقتصادية وبالحجر طبعاً معنوية وبالدمار، في كلفة الهجرة. أنا بأكد لك من أول ما حصل الانفجار تقريبا 60% من اللي معهم باسبورات أجنبية عم بيفكروا أو ضبوا شنطهم وتركوا لبنان. إذا بتشوفي يعني أنا بعرف شفنا المطار نحن بعد بجمعة من الانفجار كيف كان، وشفنا الناس اللي عم بتفل ما بقى تفكر ترجع، والسوشيال ميديا كانوا يعني كلهم واضحين. هيدا يعني هيدا للأسف هاي الكلفة الحقيقية للانفجار. وعم نشوف السياسيين والطبقة السياسية بعضهم عم بيتصرفوا كأنه صار حادث سير. مش للأسف. كأنه مش كأنه عم نخسر مش فقط مرفأ على أهم مرفأ على البحر الأبيض المتوسط ودمار نص العاصمة وتهجير آلاف مئات الآلاف من العائلات، بس كمان هجرة طبعا آلاف عشرات الآلاف من اللبنانيين الشباب والصبايا. يلي أنا امبارح كنت عم بحكي مع شخصين تخرجوا من الجامعة قالوا لي نحن بدنا نروح لننطر لنشوف شو بده يصير، لأنه ما فينا نضلنا ننطر ونتوقع إنه الوضع يتحسن. سمعنا وعود وهني ما عاشوا الحرب هو يعني خريجين حديثين من الجامعات، قالوا لي نحن بدنا نروح وبس انتم تحسنوا يلي باقيين هون يتحسن الوضع وتقولوا لنا انه تحسن الوضع بنفكر نرجع. للاسف يعني وكأنها مؤامره على بيروت وعلى مرفق بيروت انه ما بقى يكون هيدا المرفق يلي يكون له الدور الاقتصادي، لانه بالشرق الاوسط مرفق بيروت يعتبر كثير مهم، وكأنه في دلائل انه تطلع مرافق ثانيه خارج لبنان وتبين وتظهر. ولحديت هلا يا هن عارفين بالمؤامره وساكتين وماشيين فيها، او هن يمكن مطنشين على اللي احنا هلا عم نمرق أقل فيه ما يقال وماشيين فيها. اقل ما يقال عن انفجار يعني مرفق بيروت انه اهمال جرمي، اهمال جرمي هيدا. يعني هيدا موضوع طبعاً. يعني ما كان مفروض يصير اصلا، هيدا اهمال جرمي. صحيح. كبير الاقتصاديين بمجموعة بنك بيبلوس دكتور نسيب غبريل، يعني لا يمل، واهلا وسهلا فيك بلبنان اليوم. شكرا على الاستضافة. شكرا مشاهدينا الكرام.